ينفع جيتار اكوستيك على امب الكتريك؟ انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنعمل تجربة عملية، هنحط الجيتار بتاعي الاكوستيك على امبليفاير بتاع الكتريك وهنسمع الصوت ونشوف الفرق بين صوت الاثنين، صوت الالكتريك على نفس القناة بنفس الصوت ونفس العلو والجيتار الاكوستيك والكواليتي بتاعت الصوت بتاعته شكلها ايه. انا عملت الايكولايزر بتاع الامبليفاير على نيوترال، يعني ايه؟ يعني كل حاجة في النص، كل حاجة بالظبط زي ما هيطلع الصوت من الالة هيخش على الامبليفاير ومفيش اي تأثيرات صوتية، يعني مفيش ريفيرب ومفيش ايكو ومفيش حاجة خالص. ممكن نزود الحاجة دي بعد كده عشان نسمع برضو الصوت هيبقى بعد ما زود الحاجات دي طعمه ايه على الامبليفاير. طب نجرب. انا باخد الصوت برا الامبليفاير بميكروفون شور SM58 علشان هيوصل لي الصوت كأني طبيعي بسمعه من السماعة زي اي مستمع او اي واحد هيبقى قاعد في الأوضة مع الجيتار ده وهو بيتعزف. نشوف مع بعض، هنعزف ايقاع ونشوف الايقاع دوت على الامبليفاير صوته عامل ايه. طيب نعزف سولو ونشوف. طب ممكن نضيف بقى تأثيرات صوتية من الامبليفاير ونشوف. انا حطيت شوية ديلي، ممكن احط ريفيرب، ده الريفيرب. الصوت مش وحش، يعني الكوردات مثلا المفتوحة الجيتار الكلاسيك او الجيتار الاسبانيش اللي فيه ايكولايزر عشان اقدر اعزف بيه على الامبليفاير هنسمع صوته دلوقتي، يعني معقول، انا مش شايف ان الصوت وحش قوي. هو الميد رينج بتاع السماعة بتاعت الامبليفاير الالكتريك بتبقى مركزة جدا عشان الجيتار الالكتريك ده اكتر تون بيبقى ظاهر فيه، اللي هو التون المتوسط، مش الحد قوي ومش الغليظ قوي. ولكن الاكوستيك بيحتاج كل الاتوان، انت عندك نغمات غليظة وعندك نغمات حادة، فبيحتاج كل حاجة تظهر معاك بنفس القوة، ما بتبقاش فهو يمكن ده الفرق بين الاختلاف يعني. لو سمعنا بقى الصوت من غير ريفيرب خالص، ده الريفيرب الخاص بقى بالجيتار نفسه.
ممكن بتعديل الايكولايزر بتاع الجيتار تقدر توصل لنتائج مرضية شوية في الموضوع دوت. هتعلي شوية البيز وشوية التريب وتوطي الميد رينج، هيطلع صوت معقول يعني. الخلاصة، الجيتار الأكوستيك والجيتار الكلاسيك ينفع أشغلهم على أمبليفاير بتاع جيتار إلكتريك وأكون بس شاطر وناصح في أن أنا أستعمل الإيكولايزر كويس، أن أنا أطلع أنقى صوت وأجمل صوت يوضح لي الآلة بتاعتي. أنا لغاية دلوقتي ما اقتنعتش بحد بيقول لي أدفع 3 أضعاف تمن الجيتار الأمب بتاع الجيتار الإلكتريك عشان أجيب جيتار أمب أكوستيك. وطبعا صوت الأمب الأكوستيك جميل جدا، ما قلناش حاجة، وبيليق جدا على الجيتار الأكوستيك والجيتار الكلاسيك، بس أنا ما اقتنعتش أن أدفع 3 أضعاف الفرق بتاع الجيتار الإلكتريك علشان أخد حاجة تانية أنا بتعمل نفس التأثير تقريبا أو أقل شوية يعني. فهو الموضوع متروك يعني للذوق بتاع المستمع والذوق بتاع العازف، وبرضه امكانياتك الماديه طبعا مش هتقدر تجيب حاجه انت ما تقدرش تجيبها يعني. انا ما اقدرش اجيب امبليفاير ب $800 مثلا عشان اقدر اعزف بيه اكوستيك. طبعا لو كنت طبعا عازف مشهور والفلوس بتجري في ايدي وكده طبعا ماشي مفيش مشكله، انما الناس العاديه يعني اعتقد $800 عشان تجيب امب اكوستيك بس كتير قوي عليه يعني. خاصة ان في امبليفايرات طلعت للناس اللي بتشتغل في الشارع، زي مثلا الرولاند كيوب ستريت والرولاند كيوب ستريت اكس. الاتنين دول بينفعوا انك انت تعزف جيتار الكتريك وجيتار اكوستيك عليه. الله، طب ما ينفع اهو يعني البري امب او الجهاز التكبير اللي موجود جوه الجيتار الاكوستيك والجيتار الكلاسيك ممكن ينفع يدخلوا على امبليفاير، امبليفاير يستوعبهم ويطلع صوت حلو يعني، يبقى فيه جواه صوت من اصوات الامبليفايرات المتركبه جواه انها تطلع صوت الاكوستيك. طب ما هو ممكن اهو بسعر رخيص يعني، مش بسعر الغالي بتاع الامبات الاكوستيك يعني. ويمكن حتى الرولاند كيوب اكس ده من افضل الامبات اللي موجوده دلوقتي علشان الناس تشتغل عليها، ان بالذات الناس اللي بتحتاج ممكن تشتغل في الشارع ببطاريه او في بند او في فرقه ومحتاج البطاريه ما عندوش فرصه ان هو يبقى معاه كهرباء. فالامب ده مفيد جدا انك انت تاخده معاك بره وبتكون شحنه وخلاص وبيطلع صوت، وصوت قوي جدا 50 واط يعني، كان صوت كويس يهز الناس اللي واقفه تتفرج عليك حتى لو في الشارع يعني. فيعني اتمنى اكون عملت تجربه عمليه ووضحت الصوت، وانت بقى تحكم. ويا ريت تسيبوا لي في التعليقات ايه رايك، انت موافق على انك تستعمل الامبليفاير الالكتريك مع جيتار اكوستيك او جيتار كلاسيك؟ واشوفكم الحلقه الجايه.